خلينا نروح مع حضراتكم لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخبر مهم جدا. ايه الخبر؟ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقعت اتفاقيات مع شركات عالمية في إطار تنفيذ مبادرة أشبال مصر الرقمية، واللي بتستهدف إعداد جيل متميز في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جيل يكون مؤهل بشكل كافي على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر ومواكبة المستقبل. خلينا نشوف هذا التقرير عن هذه المبادرة ونرجع نتكلم مع حضراتكم عليها. اليوم أطلقنا مبادرة أشبال مصر الرقمية. هذه المبادرة تستهدف تدريب أبنائنا وبناتنا في التعليم المدرسي من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي. المناهج موضوعة بواسطة زملائي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاشتراك مع 10 شركات من أضخم وأكبر الشركات العالمية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم وفي مصر. الهدف من المبادرة أن نؤهل المتفوقين من بناتنا وأبنائنا لكي يستطيعوا أن يتخصصوا في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيتخذون منها مسارا تعليميا في الجامعة، مسارا مهنيا بعد أن يتخرجوا، أو يستخدمون التكنولوجيا في أي مهنة يمتهنونها. النهارده بنستهدف الطلبه من الصف الاول الاعدادي للصف الثاني الثانوي، بنديله التكنولوجيا. هنقوم بتدريب 300 مدرب على كافه انواع التخصصات المتميزه فيها سيسكو، زي النتوركينج، زي السايبر سيكيورتي، زي البروجرامينج لانج، وبتقدم كمان الفاوتشر اللي هي الشهادات اللي بتؤهلهم للشهادات العالميه، فيبقى المدرب اللي عندنا نفس الكفاءه زي المدرب في امريكا او في اوروبا او في اي بلاد اخرى. كمان ده ممكن انا شايف انها فرصه نعيد التفكير التعليم الفني او التعليم التخصصي، ان الطلبه اللي هيبقى توصل في مرحله ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي يقدر يشتغل او يشتغل كفريلانسر، فسوق العمل متطلب ويقدر كمان يبقى دخل، لان الشركات العالميه دلوقتي بتطلب السيرفيسز او السكيلز بتاعت الفريلانسر من اي مكان في العالم، فممكن هو طالب حتى لو بيكمل بيدرس في الكليه يقدر يشتغل في المجال التقني التكنيكال ويعلي قدراته، هو كمان يبقى عارف اتجاهه كدراسه، عايز يروح كمبيوتر ساينس، عايز يروح كليه هندسه، يكمل في هذا الاتجاه. طبعا مهم جدا ان احنا نبقى فاهمين ان المبادرة دي مميزة لانها بتبقى بالتوازي مع العام الدراسي، وبتكون في مجالات تقنية حديثة جدا زي الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الروبوتات، الأنظمة المدمجة. احنا رؤية هذه المبادرة هو طبعا اعداد جيل من النشأ قادر بالفعل ان هو يساهم في بناء بلده وتطويرها، ويعني طبعا كلنا بنطمح الى بناء مصر الرقمية.